طال عمرك قال لي مصري احنا عندنا جهاز معتمد والماني جهاز كورونا يطلع لك كورونا تحليل ايوه. قلت اعطني وعلمني طريقه استخدامه يعلمني واروح لك على الغرفه وانا اقعد افكر حق رطيسي وانا مكتوب اذا طلع خطين خطين احمر انا ام جد ترى علمني وما فهمت رحت دخلت في اليوتيوب وقمت اسمع هذا شرح الحمل انا ابوها والله سالفه والله العلي العظيم هذا اللي صار حق حمل يا رجل ما تقول غير حق حمل يوم شفته في اليوتيوب ما حرام انه حق حمل بس انا هذا والله الجهاز مرسل لنا في الجروب انه ضحكنا ارسل لهم انا طارق انا احطه قدامي وانا احط شو اسمه هذا تحط هذاك بخشمك تحطه في المويه معه وتصب فيه وتقعد تناظر فيه الجهاز هذا حق حامل يا رجال خطين عمري اطق اثنين للشله اثنين احللهم احللهم كل الاثنين غمرت الموت غمرت على الجيب طارق احلل نايف وانا خطين مثلي قال نايف يوه ماني داري اني بموت ادوم ما من حال قلت يا ولد عزتي لك انا عايف عزتي والله علمني بفلوس وعلمني وصى الرجال بسيطه بس ها الملعون هذا طلع ما خط واحد ما دخلت بغيبي كامل وصلت له انا الناس اصبر احنا عند المحطه ويحطه بخشمه هذا دفقوه بغى يفقع انا خشيشه طلع روحه يقعد يطرش العالم ترى ذمتك لا تدري ما ندي ان معنا غير كل ما لمسنا حمام درتني احنا فينا سهال كلنا كان سهال من الراحه اقسم بالله كما دخلنا مسحنا عشان ما نودي احد الناس من طعمك يذن علينا المغرب هو القشر يوم نقشر المغرب قال رجال بنصلي قلت وش حتصلي؟ احنا مسلمين؟ احنا مسلمين؟ راح نصلي لنا فرق قال حالنا المهم احنا نصلي جنب الخط واحنا نصلي المغرب اثر في ناس جنبنا كاشتين ورانا ما درينا عنهم وهم يجونك بيصفون معنا يصلون والله يعيد احنا ضغط في ذمتك اي والله لا حشتك والله من حديه بقولوا انت طلعت على صلاه ايش قالهم هم كبروا انا الامام يوم سمعت ناس دخلوا وانت قال والله قال منهم وانا التفت يمين انا قصات وانا التفت يمين وانا مجنبه قلت احنا فينا كورونا احنا من كورونا ونروح طعمك على مستشفى شو اسمه يما السلق هنا ونروح قال عندنا فحص 170 زين احنا الحين بنفحص عشان